حطي كرتونه البيض في الخلاط، ده طلع كنز في بيتنا واحنا بنرميه من زمان. طول عمرنا بنرمي كرتونه البيض، ده طلع كنز يا جماعه ولازم نستفيد بيه. بعد الفيديو ده مش هترميها تاني وهتستفادي بيها. انا سمر ودي قناتي، اتمنى تشتركوا عندي وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه على طول. اول فكره معايا النهارده، لو الغسيل عندك بعد ما بتغسليه ريحته مش حلوه او ريحته كمكمه كده، تعالي اقولك بقى ازاي هتخلي ريحه غسيلك حلوه قوي. اول حاجه هتجيبي فوطه وتحطي فيها حبه من مسحوق الغسيل، طبعا الفكره دي للغسالات الاوتوماتيك، وهتحطي كمان اي دوني عندك، رشه بسيطه كده منه، وهتقفلي الفوطه على المسحوق والدوني، وهتحطي بقى الفوطه في قلب الغسيل. عايزه اقولك بعد الحركه دي بجد هتخلي ريحه الغسيل كله تحفه جدا. هتحطي بقى الفوطه في وسط الغسيل، بجد هتغير ريحه الغسيل خالص. وتاني فكره معانا، لو عندك السوسته كده مغلباكي ومش راضيه تقفل في اي شنطه بقى عندك، تعالي اقولك بقى على فكره حلوه قوي بجد اختراع. هتجيبي بقى اي قلم رصاص عندك، وهتعملي على الشنطة كده قبل السوستة زي ما احنا شايفين كده، وبعدين هعمل برضو بعد السوستة. بصي بقى السوستة هتقفل بمنتهى السهولة بجد، بعد ما هتعمليها بالقلم الرصاص هتقفل وتفتح معاكي بمنتهى السهولة. جربيها بقى بجد حركة حلوة جدا. وتالت فكرة معايا، هاتي كرتونة البيض وحطيها في الكبة كده، وتعالي اقولك بقى على فكرة النهاردة، بجد طلع كنز كنا بنرميه ومش بنستفاد منه. بعد الفيديو ده هتستفادي منه وهتعملي منه فكرة حلوة قوي لأكبر مشكلة بتواجهنا في الصيف. اول حاجة هتقطعي الكرتون بتاع البيض في اي بولة عندك كده او طبق بلاستيك، وهتحطي عليه كوباية من المية المغلية. بعد ما الورق هيدوب كده في المية المغلية، هتجيبيه بقى وتحطيه في الكبة او الخلاط. هتحطيه بالمية بتاعته في الكبة او الخلاط، هضربه في الكبة وهوريكي شكله بقى بعد ما هيتضرب. بصي شكله، هو ده الشكل اللي انا عايزاه كده، هو ناعم معايا خالص. هاخده بقى في بولة وتعالي اقولك بقى هنعمل بيه ايه. هتاخدي بقى الكرتون ده وتحطيه في كل مكان باين كده وبيطلع منه حشرات، انا عملت في كل مكان بيطلع النمل كده، طبعا انا بتكى عليه علشان انزل كل المية اللي فيه علشان ينشف بمنتهى السهولة. اهم حاجة تضغطي عليه كويس جدا علشان ينزل المية اللي فيه علشان ينشف في المكان ده بمنتهى السهولة. وهتجيبي بقى اي مبيد حشري عندك كده انت بتستعمليه، وهترشي عليه، وبجد المكان ده مش هيخرج اي حشرات تاني ولا نمل ولا اي حاجة خالص. ولو بتستعملي بودرة للحشرات يبقى اخلطيها بالكرتون الاول وبعدين حطيها على المكان ده، بجد مش هتلاقي اي اثر للحشرات. اتمنى تكونوا استفدتوا من الافكار اللي قدمتها في الفيديو بتاعنا النهاردة، وتحطوا لايك للفيديو لان الفيديو يستاهل لايك منكم، واشوفكم في فيديو تاني بافكار تانية ان شاء الله.